أشد كفرا من فاق وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن العرب من يتخذ ما ينفق مع سميع عليم ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق Agama ini adalah peraturan yang ditentukan oleh Allah dan diputuskan Nabi untuk bagi pencerahan dan dia berit. Tak tahu. Saya cuba.